سهلا. زي ما قلت لكم حأسوي باستا كاربونارا، طبعا من زمان ما طبخت في الليل، وإذا طبخت في الليل يعني أنا مرة رايقة، فالوصفة حتكون كده برواق، بس فيها تفاصيل مرة كتير، كلها تفاصيل مهمة عن حتى يعني كيف الباستا تتسوي بالطريقة الأصلية، إيش الإضافات الغلط اللي الناس بتعملها. طبعا كل واحد في النهاية يطبخ على ذوقه، بس حأديكم الطريقة الأوثنتيك، أكتر حاجة أوثنتيك أو أصلية. الوصفة تعتمد على مكونات مرة بسيطة، بس يعتمد على تكنيك الطبخ أو طريقة الطبخ فيها. طبعا هي باستا جاية من روما، الصوص هذا من روما، فحتلاقوا حتى الجبنة اللي بنستخدمها، يمكن أشهر جبنة عندنا اللي هي بارميجانو ريجانو، إحنا بنستخدم معاها في الوصفة دي بيكورينو رومانو، وهذه جبنة مرة مشهورة في روما وتتسوى بحليب الغنم. فهذه بالنسبة للأجبان اللي عندنا، وحكتب لكم المقادير في الأخير. بالنسبة لوزنية الجبنة، أن الناس في روما مقسومة قسمين، قسم يكون الغالب اللي هو البيكورينو، وجزء يكون الغالب البارميجانو. هذه مسألة ذوق، أنا أشوفها أزلونج أن أنتم بتستخدموا الجبنتين مع بعض في الوصفة. البيكورينو مالحة شوية، فأنا في الوصفة لو لاحظتوا ماني حاطة ملح إلا لو احتجت، عشان ما تكون مرة مالحة بزيادة وتطغى على الطعم. في نهاية الوصفة حصور لكم المكونات زي الأجبان والبيكن، وحقول لكم فين تقدروا تلاقوها بالضبط. طيب بالنسبة للمكون الثاني الأساسي في الوصفة اللي هو الجزء اللي فيه دهن، طبعا الوصفة أساسا يستخدموا فيها قطعة لحم، هي يعني هي أنا أسميها دهن أكثر من لحم، اسمها جوانشالي. الجوانشالي طبعا من لحم الخنزير، تجي من ناحية الخد، وبيسكلي حتى لو عملتوا ريسيرش عنها أو يعني شفتوها في جوجل، 95% منها دهن، ويدوب قطعة مرة رقيقة هي اللحم، فهم هذه يستخدموها. إحنا طبعا ما حنقدر نستخدمها، فإحنا البديل حقها عندنا البيكن أو اللحم المقدد البقري، مو التركي، البقري. لو لاحظتوا هنا فيه نسبة دهن كثيرة، فزي ما قلت لكم المكون الوحيد اللي أنا غيرته عن الوصفة الأصلية اللي هو بدل الجوانشالي حطيت البيكن البقري، بس يعني هذا البيكن عادة لما نسوي يكون فيه نكهة تدخين بسيطة. بعد كده عندنا بيض، البيض من المكونات اللي جدا أساسية في الوصفة. في وصفات تستخدم بياض مع صفار، في وصفات تستخدم فقط صفار، بس الصفار يكون غالب. أنا بس أستخدم الصفار، لقيت نتيجته مرة أحسن، كنت زمان أعملها بالبياض، بس لا الصفار يدي مرة 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 نكهة أحسن. فلفل أسود يكون فريش، يعني نطحنه في وقتها. وبالنسبة للباستا، أنا عشان ما عندي سباجيتي، يفضل تسوي بالسباجيتي، بستخدم زي اللينجويني، تيجي أعرض شوية بس مو مرة المفروض يأثر. ولما أختار الباستا أختار باستا تكون خشنة من برا، يعني لو تلاحظوا هذه ماركة باستا زارا مرة أحبها، أو بريلا تلاقوهم الاثنين، اختاروا باستا تكون يعني خشنة من برا شوية عشان تقدر تشيل الصوص، الصوص يمسك فيها ويعلق فيها أحسن من لما تكون ناعمة. نقطة جدا مهمة بالنسبة للأجبان، البيكورينو رومانو ما حد يعني نادر ما حتلاقوا أحد يلعب لكم فيها. البارميجانو ريجانو لما تيجوا تشتروها انتبهوا من السوبر ماركت، لازم يكون عليها يعني اقرأوا الحفر من هنا، يكون اسم الجبنة مكتوب. أحيانا يبيعوكم جرانا بادانو ومختلفة عن البارميجانو، لا نكهتها غير، أخف شوية وتيجي معتقة مدة أقل، فلما تيجوا تشتروها بس كونوا متأكدين إنه يكون الختم عليها بارميجانو. عندي هنا البيكن قطعته شرايح صغيرة زي كده، البيض فصلته، البياض لا ترموه، خلوه نسوي بيه ميرانج، أو يعني تسوي بيه حتى لو سكرامبلد إيج للناس اللي ما تبي تاكل صفار. وعندي هنا الجبنة بشرتها مرة بشر ناعم وخلطته مع بعض. بالمرة خليني أوريكم كيف أحفظ باقي الجبنة. أخذ الجبنة ألفها بورق شمع أو ورق خبز أو ورق زبدة اللي يتسمى هذا، ورق طهي، أقفلها مرة كويس، وبعد كده أشيلها وأحطها في كيس وأدخلها الثلاجة. عادة كنت أحطها في درج الخضار والفاكهة، يديها يعني أحسها تقعد أحسن. كل ما الورق يصير رطب لازم تغيروه كل فترة والتانية، بس يعني هو يقعد معاكم والجبنة تعيش معاكم شهور ما حيصير لها ولا حاجة. أهم شيء لا تحطوها في الفريزر، حطوها في الثلاجة. طب أول حاجة عشان أبدأ، أخيرا يعني أبدأ الوصفة، عندي هنا صفار البيض، هحط عليه الجبنة، كمية فلفل أسود كويسة، أنا عندي الفلفل الأسود ما هو فلفل أسود، أنا عندي الفلفل الملون، فأحط كمية كويسة يكون ظاهر طعمه بس مو غالب، يعني زي كده. وبعد كده هذه هخلطها مرة كويس لما تصير كده كأنها معجون.
قبل لا أبدأ الطبخ قلت خليني أقول لكم حسيتها شوية تقيلة، فحطيت شوية شوية من البياض اللي كان موجود عندي بس عشان تصير يعني لوس شوية. أول كانت جمدانة يعني أقل حتى من نص بياض بيضة. هنا ورا عندي موية بتغلي اللي حسلك فيها الباستا، حطيت عليها شوية ملح، حتى الملح حريصة فيه هنا، مو مرة أكتر زي الوصفات التانية زي ما قلت لكم عشان أخاف من الملوحة حقت الأجبان. فأول ما أبدأ أسوي الصوص في نفس الوقت حأسلق الباستا، غير لو كانت باستا فريش. أنا أفضل في الوصفة هذه نستخدم الباستا المجففة عشان أول ما يخلص الصوص، لأنه ما ياخذ وقت، على طول أشيل الباستا وأحطها. عندي هنا مقلاية سخنتها على حرارة عالية، وحأبدأ أحط عليها البيكن، وأحاول إن هما ما يكونوا فوق بعض، يعني أديهم شوية سبيس، أبغاهم يصيروا شوية كريسبي، ما يتحرقوا بس يصيروا شوية كريسبي. يعني الحين بعد ما حطيتهم على المقلاية حوطت الحرارة من غير أي نوع دهن، لأنه أوريدي هي مرة يعني مليانة دهن، حاول أفرقهم شوية. أنا تعرفون أحب أستخدم يدي مدام نظيفة كل شيء. بقلبها لين ما تصير كريسبي زي كذا، شوفوا بخرج لكم واحدة تشوف اللون زي كذا تتقمر، وشايفين الدهن اللي صار في المقلاية، وشفتوا قديش انكمشت، يعني أنا كنت حاطة كمية وقلت. نقطة مرة مهمة ما ذكرتها بالنسبة للباستا، الباستا عادة لما نعمل الكربونارا ما نستخدم باستا فيها بيض، لأن الوصفة تعتبر من الوصفات اللي مرة دسمة، فنستخدم باستا اللي هي معمولة مثلا بالدقيق، الدقيق مع موية أو السميد مع موية، ما يكون فيها بيض، لأنه الوصفة تعتبر دسمة، فيها بيكن، فيها جبنة، فيها بيض، فكمان باستا يعني بشمة. طيب هنا طفيت النار، البيكن خلاص اتقمر، حبعده كده شوية بس على الجنب على الدهن عشان يفضل كريسبي ما يصير سوقي، وحاول اميل المقلاية واخلي باقي كمية الدهن تنزل على تحت شوية، فهمتوا قصدي؟ زي كده حميلها شوية واخلي الدهن، شايفين كده دهن نزل على تحت والبيكن فوق عشان يفضل مقرمش، هذا والنار مطفية. طيب بالنسبة للبيض اللي هنا في two different schools، يعني في طريقتين. الطريقة الاولى انه البيض نتعامل معاه نعمله في بين ماري، يعني في حمام مائي دبل بويلر، نحطه على طنجرة صغيرة فيها من تحت موية ونخليه الين ما توصل، يعني لو تبغوا تكونوا مرة دقيقين الين ما توصل درجة حرارته 62 الى 63، عبس الين ما البيض تبستر، وبعد كده تحطوا الباستا عليه مباشرة من غير ما تحطوه على النار. الطريقة الثانية عشان يكون برضو آمن البيض ويكون عدى مرحلة البستر، انه هو يعني اذا في اي بكتيريا ولا حاجة، انه احنا نصبه هنا في المقلاية على الباستا ونقلبه شوية الين ما يبدأ شوية البيض ينطبخ، بس ما يصير سكرامبل، ما يصير بيض ملخبط، هذه نقطة مرة مهمة. فالطريقة الأولى كأنكم بتعملوا سابايون بس سابايون مالح، والطريقة الثانية على الطنجر. أنا هعمل الطريقة الثانية بالنسبة لي أسهل. ونقطة مرة كمان جوهرية، كذا أحد بعت لي من بداية الوصفة في بديل للبيض، لا ما في بديل للبيض في الوصفة الأصلية، الوصفة أساسها بيض، فغيروا الوصفة تماما لا تسووها، لأنه ما حتطلع معاكم نفس الشيء، حتى لو حطيتوا كريمة حتطلع اختراع وصفة تانية. طيب الباستا عندي استوت زي ما هي، حشيلها من الموية على المقلاية اللي هنا والحرارة على الواطي، هقلبها شوية في الأول وآخذ من موية الباستا شيء بسيط عشان حتى لو في حاجة في المقلاية في القاع تدوب لي هي، وبعد كده حنزل البيض مع الجبنة اللي أنا عملته، والحرارة مرة واطية وحقلب، وهنا الزوايد بس أحط عليها موية عشان أنزلها. طيب بقلبها مع بعض بسرعة عشان البيض لا يصير سكرامبلد، لا يصير كأنه مقلي، وطفيت الحرارة، الحرارة خلاص مطفية، حط فلفل أسود زيادة، وحأخد برضو أجان من موية الباستا عشان أعمل زي ال كيف أقول لكم استحلاب، أيوه هي هذه الكلمة، عشان يصير عندي صوص، شايفين هو ده خلاص الباستا كده تعتبر جاهزة. طيب خليني أوريكم عشان أشيلها وأحطها في الصحن يطلع شكلها حلو، أجيب هذه الشوكة اللي هي تو هذه الطويلة اللي زي حقة اللحوم، وأكون جايبة مغرفة تحتها، أكون جايبة مغرفة تحتها وأعمل بيها شكل دائري
حتى أنزلها بشويش بشويش بشويش. وأخذ شوية من البيكن اللي هنا وأبدأ أحطه عليها شوية بارميجان ريجانو وتكون جاهزة. معليه ظلام شوية عشان دوب صورت الباستا، الصورة طلعت رائعة، الباستا رائعة. طبعا لما أجي أكلها حرجع أتخنها وأحط معها شوية باستا ووتر من باستا الموية، وتحطوا كمان جبنة and it's ready to go. بالعافية. الناس اللي تحب البيض زيادة، الفيرجن هذا مو حقي، هذا الفيرجن حق صلاح. في هنا بيضة بوتشت ايج في الوجه كده، تفقعوها تنزل زي كده وينزل الصفار، هو حيقلب طبعا.